مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الموضوع ديال عبد الرحيم اللي تقتل بطريقة جد بشعة من أجل الأرض، اللي تنوي الرأي العام أكثر في الموضوع، كنا تناولنا القصة مع الزوجة ديالو وتناولنا مع الأبناء ديالو اللي حضروا الواقعة، والآن معنا الزوج ديال الأخت ديال عبد الرحيم مشى معاه باش يساعدوا في هاد الأرض، ولكن دوز أصعب أيام في الحياة ديالو في هذاك اليوم. كيفاش؟ تبعوا معايا إذا كان ممكن. الله يرزقكم الصبر أولا. عاود لي القصة، شنو اللي وقع؟ خويا مشيت معاه من هنا في الليل، من هنا قال لي غتمشي معايا. قلت له ودي عندي واحد الخدمة خليني. قال لي قلت لك غتمشي معايا غتمشي معايا. ونسيبي كنحتارمو هادي ما قديش هذا. مشيت معاه، مشينا خويا بتنا تما في الدار. الصباح قال لي ودي ديك البلاد غادي نوسع الطريق، فيها جوج ميتر ونص، نديرو فيها 4 متر باش اللي بغى يدوز يدوز كاميون موك ماشي مشكل. دينا كنحيدو بداك الحجر كنوسعو فيه. شويه كانت تفاجأت كتبان ليا العصابه جايه، الجعب ديال الحديد ومانقوات والحجر. بقينا واقفين قلنا زعما نشوفو واش غايقولو، واش غايقولو لينا ولا حتى. كيبان ليا الحجر وهادي راجل وعد عبد الرحيم وهادي والعيالات ضربوا بحجر طاح. ملي انا كنشوف نسيبي طاح غنتم غادي عنده، كيبان ليا الحجر تانا والمانقوات واعديني. صافي تخلعت ما بقيت عارف راسي باش بليت ما عليا الا عرفت. عرفتني باش مشيت للدار قلت المدام عنده. قالت يا عبد الرحيم اش كاين؟ قلت لها سي عبد الرحيم يا تلقاي حي يا تلقاي ميت. انا صاحبي بديك الخلعه طحت تما ما نقولش لك. انا باقي دابا مصدوم ومخلوع والنعاس ما كيجينيش. ما نقولش لك لا اله الا الله. وخونا وبقى فينا وكيبغي الخير لكل واحد. وهذوك الناس تاغين اخويا تاغين، اي واحد كيخاف منهم وكيبغيش يشد ضدهم. الا شد ضدهم كيتلقاو لولادهم يكرفسوهم ولا يهجموا عليه في الدار. وديجا فاش هاجم على عبد الرحيم قال لي هاجموا عليه واحد الليله بالحجر وهذه تال الدار. قال لي ها مرتي قال لي هي اللي قاومت معايا. قال لي تخرجوا لهم الدوار هذا جاو عليهم مشاو. وديجا ماشي لي عصابه مشات منا من اللي ساسبه هذه المره الاولى. ثاني لحقوا عليه تما في البلاد ضربوه بالقبضه ديال الجنويه لراسو راه كاين التصاور. طاح تما تاني غيب داو لي 4000 درهم وداو لي التليفون وتاني تكافسوا عليه من تما. عبد الرحيم انا حسيت بيه عبد الرحيم مابقاش هو هذاك ولا عصابي كاين فاعل بزاف. انت بحكم عندك معاه ما حاولتيش تنصحو بهاد الارض اللي فيها هاد المشاكل وهادي؟ غادي نصحته قال لي احمد قال لي انا شعافني قال لي ندي ديال شي واحد. قلت لي لا. قال لي واه ديالي شريتها قانونيه، يعني السيد لا حاليا محفظه مسجله ومخلص المجموع ديالها 26 مليون باش خالصه. صافي قال لي ديالي. علاش؟ قال لي تنتازل. قال لي الناس عضو لا ولكن انا غناخذ حقي. صافي نهار اللي مسكين مشى كتاب المكتوب هذا هو داولي شي قتل شي هذا ما عمرنيش شتو. انا ولد العروبيه ولد المدينه كبرت هكوك ما عمرنيش شفت داك الظلم اللي كاين ما عمرنيش شتو. ولا اله الا خويا والله ما تقصيتيش. وضربوني بواحد الحجر هنا لدراعي ولكن ما حسيت تمشي للدار. انا بديك الخلعه وبداك الشيء ما بقيتش عارف راسي واش مضروب ولا ما مضروبش. طابي طحت تما قلت لك في الدار سخفت عتقوني بالماء. يعني ديك الطيحه اللي طحت في الدار يعني كون طحت تم غنموت ما نكذبش عليك. والله الا جيت حتى داك الشيء ديال داك البافي اللي كيشيو به لو نطيح جاو فوق منك ما تعرفيش من الفوقانيه يا جعب يا مانقويات يا كلشي. وهذا الشيء اللي كنقول فيه دابا قلته حتى في لابريكاد عن جدرميه ماشي زعما داك الشيء اللي كاين اخويا. داك الشيء اللي شفتو قلته. ولا اله الا الله اخويا. الناس معديين وبغينا حقنا. نسيبي وبقى فيا بغينا حقنا اخويا. هذا الشيء اللي كاين اخويا. شكرا لك. الله يرزقكم الصبر يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا حقائق تنشر لاول مره في الواقعه اللي كتالم بشكل كبير. عبد الرحيم الثقه ديالو في الله وفي القانون من اجل انه يشري هذه الارض، ولكن هناك فئه اخرى لها راي اخر. الان الابناء
ديال مرتكبات هذا الجرم، ولادهم في الاعتقال والمآل ديالهم تهم ثقيلة. السؤال المطروح هو كيفية معالجة العقليات في البادية على الأرض بهذه الطريقة هذه، من أجل أنه الحق كل مواطن أنه يبيع ويشري وفق المساطر القانونية المعمول بها، إلا أن مثل هذه العقليات لها رأي آخر. المآل ديالها فقدت ولادها هما في السجن، وهذا عبد الرحيم الزوجة ديالو عنده معاه بنية صغيرة وعنده ولاد أخرين فقدوه، النهاية مأساة بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.